السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله راحنا كنتواجدوا في مدينه اكليم اللي كتبعد على مدينه بركان ب 20 كيلومتر تقريبا. غادي ندخلوا لمدينه اكليم وغادي ندير واحد الجوله ونشوفوا كيفاش دايره الاجواء داخل مدينه اكليم. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي تعرفوهم. ما تنساوش تشجعونا بالتعاليق المحفزه ديالكم. على بركه الله ندخلوا نديروا جوله ونشوفوا كيفاش دايره الاجواء.